اهلا اهلا، عاملين ايه؟ وحشتوني. خلاص الحمد لله، قربتي على الولادة والدكتور حدد لك انك هتولدي سيزاريان، وخايفة جدا من البنج النصفي لانه كله مشاكل، وخايفة جدا من الحقنة بتاعة الظهر. ان شاء الله في فيديو النهاردة هتكلم معاكي عن البنج النصفي وكمان البنج الكلي والاضرار والفوائد بتاعة كل واحدة فيهم. يلا مش هطول عليكم، لايك وخلينا نبتدي. دايما اول ما نقرب على الولادة والدكتور يقول لنا ان انت خلاص هتولدي سيزيريان بنخاف جدا، وخصوصا من حقنة الظهر، وبنقول وبنطلب من الدكتور بتاعنا ان احنا نولد ببنج كلي عشان ما نحسش باي حاجة. والحقيقة اغلب الدكاترة ومعظم الدكاترة مش بيحبوا البنج الكلي، وده لاسباب كتير جدا. بس خلينا الاول نتكلم عن البنج النصفي، وفي نفس الوقت هقولك الفرق بينه وبين الكلي في الفيديو، فتابعي الفيديو للاخر. بصي يا ست البنات، اختار البنج النصفي اكتر بكتير جدا من الكلي. اولا البنج النصفي احسن للام وللبيبي، مش بيأثر على سيستم جسمك خالص، التنفس بتاعك بيبقى كويس، ضغطك كويس، القلب كويس، وخصوصا الناس اللي عندها مشاكل في الضغط، حساسية أنف أو حساسية صدر، البنج مش بيأثر عليهم خالص، وبيخلي الرحم بعد الولادة يعرف ينقبض كويس ويرجع لوضعه الطبيعي. على النقيض بقى، البنج الكلي بيخلي الرحم ينام براحته وما يرجعش الوضع الطبيعي، لان انت بتبقي نايمة خالص، وممكن تفضلي 3 ايام بعد الولادة مش حاسة بحاجة، ويعني مش حاسة بالناس اللي حواليكي، مش قادرة تركزي اكتر، مش عارفة تمارسي حياتك، مش عارفة تشيلي البيبي، لان انت جسمك برضو همدان من البنج الكلي. بعد الشهر نسبة النزيف اكتر في البنج الكلي بعد الشهر، طبعا على كل البنات اللي بتتابعني. البنج النصفي مش بيوصل خالص للبيبي، البنج الكلي لو البيبي قاعد في بطنك اكتر، لو الدكتور بيولدك والولادة طولت شوية الدكتور بيخاف جدا على البيبي، فبيبقى مستعجل قوي ان هو يخلص علشان البنج ما يوصلش للبيبي، لان البنج الكلي لو فضلتي فترة بتولدي البنج الكلي ممكن يوصل للبيبي، وكل ما هياخد جرعة اكبر من البنج، يعني كل ما قعد فترة اطول كل ما البيبي هياخد جرعة اكبر. طيب قليل قوي لما البنج النصفي يعمل اي اضرار، هقولك ليه. يعني مثلا مفعول البنج النصفي بيقعد من 2 لـ3 ساعات بعد الولادة، وده بيخليكي مرتاحة شوية بعد الولادة، ما تحسيش بأي ألم، على عكس البنج الكلي تماما لما بتفوقي بتحسي بكل الألم وبتحسي بالجرح تقريبا 100%. البنج النصفي من أكتر الحاجات الحلوة اللي ممكن تسمعيها عن الموضوع ده، إنك بتسمعي صوت البيبي أول ما يتولد وبتشوفيه. اول ما البيبي اتولد بتسمعي صوته وبتشوفيه وبتبوسيه وبتسمعي كل الناس اللي حواليكي، واول ما بتخرجي مامتك بتقولك الحمد لله على سلامتك، بتردي عليها، جوزك بتشوفي فرحة قلبه لما بيشوف البيبي ويشيله لاول مرة، يعني بتشوفي كل التفاصيل الحلوة اللي بتحصل بعد الولادة، على عكس تماما البنج الكلي اللي ممكن تقعدي فترة نايمة مش حاسة بأي حاجة، مش بتشيلي البيبي، بتبقي يعني بتفضلي فترة طويلة مش مركزة، حاسة بالألم قوي. يعني انا مش برشح زي الدكاترة بصراحة البنج كلي، لان بخاف اكتر. يعني انا دلوقتي حاسة ان انا لو ولدت عايزة اخد ابني اول ما اخلص ولادة كده في حضني، فانا لما نايمة هاخده ازاي؟ فدي حاجة بجد يعني لا، ما اقدرش اعمل حاجة زي كده. خلينا نقول على اكتر حاجة بتتسأل عليها، ان البنج الكلي قصدي البنج النصفي بيوجع الظهر وابرته صعبة، وبنبقى ظهرنا بيوجعنا بعد الولادة والكلام ده كله. يعني اثبتت الدراسات ان البنج النصفي ملوش اي علاقة بوجع الظهر خالص، لانه بيتعامل بيديك الحقنة وبيديهالك في يعني مية بتمشي في مية، فملهاش علاقة بالظهر خالص. دي الدراسات الأخيرة اللي أثبتتها. عايزة تتفادي الموضوع ده أكتر، إنك ظهرك ما يوجعكيش، والصداع اللي بيجي بعد الولادة، وخصوصا لما الصداع بتاع البنج النصفي، لأنه بيعمل صداع، يعني مش في كل البنات، أغلب البنات بيعمل معاها صداع. الصداع ده هتتجنبيه إنك تطلبي من الدكتور بتاعك إن هو يديكي إبرة رفيعة قوي لما يجي يديكي البنج،
وكمان علشان ما تحسيش بألم الحقنة ان هو يرشلك بنج موضعي علشان ما تحسيش بألم الحقنة وهي داخلة، اطلبي من دكتورك حاجة زي كده ما تتكسفيش. هنتجنب الصداع اللي بيحصل بعد الولادة، انك اول ما يعني من بعد الولادة هتنامي على ظهرك وهتفردي جسمك خالص، استرخي خالص وما تحطيش حاجة تحت راسك عشان راسك تبقى مسطحة على السرير، ده بيقلل جدا الصداع اللي بيحصل. ولو كنتي بتشربي حاجة مكيفات قهوة او اي حاجة اشربي فنجان والصداع هيروح بسرعة جدا، بس طبعا ما تشربيش قهوة كتير علشان خاطر البيبي. فبس هو يعني حاجة تضيع الصداع، واكيد الدكتور هيديكي برضو حاجة تضيع الألم زي الصداع والحاجات اللي بتحصل بعد الولادة دي كلها. البنج النصفي وصداعه بيروح بعد الولادة لو كترت قوي ماكسيموم يومين، فما تقلقيش الصداع ده هيروح بسرعة جدا ان شاء الله بإذن الله. عايزة اقولك ان البنج النصفي أأمن بكتير جدا من الكلي، عن تجارب ناس كتير جدا وعن كل نصايح الدكاترة اللي انا اتعاملت معاهم والدكاترة القرايبي وكل الناس ولدوا معاهم، فالبنج النصفي أأمن بكتير جدا. لو كنتي بتتابعيني وولدتي قبل كده ببنج نصفي اتمنى تسيب لنا تعليق علشان تقول لنا تجربتك واستفدتي وانهي افضل، البنج الكلي او النصفي، علشان كمان البنات اللي بتقرا الكومنتس تستفاد من الكومنت بتاعك لو اول مره هم كمان مامي اول مره يولدوا. اتمنى الفيديو يكون كان مفيد بالنسبه لك واستفدت منه ولو بمعلومه جديده. انا مامي رفيف، قناتي بتهتم بالامومه والطفوله وكل ما يخص البيبي. لو عجبك الفيديو اتمنى بقى شير ولايك، واستنوني في فيديوهات تانية كتير جدا الفتره الجايه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.